I was never a dancer. Really? All the actresses that were doing it, except for Katrina at the time, nobody was really performing performance. Like, they're asking for money just directly. मुझे लगता है कि ये रुकना चाहिए और कितना तो कर सकते हैं कि आवाज़ انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نجمة بوليوود نورة فتحي تشن حربها ضد نجوم بوليوود بعد فشل فيلمها كراك وتنتفض غضبا، وتفاصيل صادمة عن سبب فشل فيلمها إلى جانب فيديو جامويل وفيديو رقصها في القطار مع الجمهور لترويج فيلمها القادم يهز مواقع التواصل الاجتماعي. نجمة بوليوود كاجول تنتقم من زوجها أجاي ديفغان بعد سنوات من الإهانة وخروجها بتصريحات صادمة بعد فيلم زوجها القادم. هل هناك صراع بين الزوجين وما سبب تجاهلها لزوجها أجاي؟ حقيقة حمل نجمة بوليوود كاترينا كيف في سنها الأربعين بعد 3 سنوات من زواجها من فيكي كوشال، والمعجبون يعلقون بقوة. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود، وإليكم التفاصيل. بعد الضجة التي أحدثها خبر حمل نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون من زوجها رامبير سينغ، تصدرت اليوم أخبار وتكهنات أخرى مفادها أن نجمة بوليوود كاترينا كيف حامل هي الأخرى من زوجها فيكي كوشال. وقد جاء هذا الخبر بعد أن شهدت كاترينا وهي تخفي بطنها أثناء حضورها لحفل زفاف عائلة أمباني، إذ بمجرد انتشار المقطع اشتعلت شائعات حملها بشكل فيروسي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليهما كمية غير معقولة من التعليقات يطالبون الزوجين بتوضيح حقيقة حمل كاترينا كيف في سنها الأربعين، علما أن كاترينا وفيكي لم يخرج بأي تصريح أو بيان حول خبر استعدادهما لاستقبال مولودهما الأول في انتظار توضيح الخبر في الأيام القليلة المقبلة. لقد قام نجم بوليوود أجاي ديفغان البارحة بتنظيم حدث خاص للترويج لفيلمه القادم الذي يحمل عنوان الشيطان في مومباي. إذ شهد أجاي رفقة ابنه الصغير يوغ في الحدث، إذ أنه ما أثار انتباه الجميع هو الغياب الكلي لزوجته كاجول وعدم حضورها لهذا الحدث أو نشرها لأي منشور ترويجي لفيلم زوجها أجاي ديفغان، بل قامت بنشر كلمات عن الألم والخذلان متزامنة مع إطلاق فيلم زوجها القادم. إذ جاءت في إحدى منشوراتها الآتي: الألم الذي يترك دون رعاية لا يتلاشى بل يتفاقم. إذ أصبح الجمهور الهندي في حيرة من أمرها وانقسم بين من أكد على أن هناك شيء غير مفهوم بين كاجول وزوجها أجاي ديفغان وتجاهلها لحدث زوجها إجابة صريحة عن توتر علاقتهما، في حين استهزأ البعض من تصرف كاجول واعتبروا أن تصرفها هذا مجرد خطة للترويج لفيلم زوجها بطريقة ذكية كما فعلت سابقا مع فيلمها السابق. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات.
لقد أثار فيلم كراك للنجمين نورة فتحي وفيديو جمويل الجدل بين صفوف المعجبين منذ إطلاقه الشهر الماضي إلى يومنا هذا، إذ خرج كل من فيديو ونورة بتصريحات يفضحان عالم بوليوود وخباياه ويكشفان المؤامرة المحبوكة وراء فشل فيلمهما كراك، إذ أكد فيديو أنه قد تعرض لابتزاز ومساومات بالمال مقابل إنجاح فيلمه، في حين أكدت نورة فتحي أن بوليوود لا تشجع الغرباء وأن الجمهور قد سئم من رؤية نفس الممثلين مرارا وتكرارا، وأن نجاحها هذا كان بفضل جمهورها الذي ضغط بشكل كبير على المنتجين والمخرجين للعمل معها، كما نادت بإيقاف ما يروج في بوليوود من محسوبية وابتزازات. ومن جهة أخرى فنورة حاليا بصدد إطلاق فيلمها الجديد مادكاون إكسبريس من إخراج كونال كيمو كأول ظهور لها كمخرج، الذي سيتم إطلاقه يوم 22 من هذا الشهر، إذ اختارت نورة فتحي طرق مختلفة لترويج لهذا الفيلم، إذ قامت بالاحتكاك مع جمهورها في الواقع، إذ شهدت نورة فتحي اليوم على متن قطار مومباي ترقص رفقة معجبيها والجمهور لضمان حسن ترويج فيلمها القادم. إليكم هذا المقطع. Where's Avinash in the ring? Avinash, here.